بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهاردة ان شاء الله معنا تويوتا سي اتش ار، عملنا لها الكراسي والارضية. نفتح نتفرج مع بعض. عربية تفاصيلها كتير، من العربيات اللي حبيتها في شغلها في تفاصيلها. بسم الله، عملنا الارضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الارضية تفاصيلها حلوة. وعملنا الكراسي، الجزء اللي في النص في ليه لو المنقط ده كده واضح اهو، وجنبيه سادة والخيطة سودة. كرسي تقسيمته حلوة، تفاصيله حلوة، في شغل، في صنعة. من العربيات اللي حبيتها الصراحة، هنا في هلال صغير واخد بوم. افتح لكم النار ده اوريه لك. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه الجزء الثاني هنا اهو، التفاصيل الصغيرة دي بتبين الصنعة. احنا طبعا الحمد لله بفضل الله مش بشكر في نفسي، يعني هو كله فضل وتوفيق من ربنا، مش احنا بس اللي بنعرف نعمل الكلام ده، في ناس كتير افضل مننا في فرش العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هي عربية حلوة، شغلها حلو، غير تقليدية، أول مرة أشتغل فيها عامة. نفتح ورا نتفرج على الجزء اللي ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ظهر الكرسي فيه شغل. هي برضه فيها شغل، لكن هنا تفصلها كويس. بسم الله. طبعا احنا ما بنلزقش، ما بنعملش الكلام ده. حتى المخدة اللي ورا والمقعد اللي ورا برضه تفصيلته نفس التفصيلة الأصلية، تحت الحزمة، كل حاجة زي الأصل بفضل الله. يعني الفرش ده يقدم شوية، تقول إن هو نازل فيها مش معمول. مع بعض الناحية الثانية. الفرش لما يكون الخياطة نفس اللون بتبقى أشيك. الأسود بونت، أسود بيج، بونت بيج، بتبقى الخياطة البونت نفس الجلد بتبقى شيك. ما اعرفش هي اذواق، بس ده ذوقي. نفتح نتفرج قدام مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بفضل الله دايما عند حسن ظن الجميع. برضه القضيه هنا دي رقم الشاسيه. اسف لو طولت عليكم، ان شاء الله دايما عند حسن ظنكم جميعا. شكرا جزيلا.